لذاك سماحة المفتي، وإذا به يعني يخرج من الباب الخلفي للمسجد في مشهد مهيب طبعا لا يكاد يصدق. رجل متواضع سبحان الله، زاهد في لباسه، يمشي بإخبات وخشوع. فهرعت إليه، قبلت رأسه طبعا وعانقته، وهو أيضا قابلني بترحاب ومودة شديدة. هذا الصورة لا أدري يعني، تلقيت يعني بعض الرسائل تؤكد أنها أثرت في من رأها. فالحقيقة أنا كنت متأثر غاية التأثير بهذا اللقاء الأول. يبدو أن للأرواح لغة تصل رغم تنائي المسافات من غير أن يرطم بها لسان أو تنطق بها شفتان. بعد ذلك أكرمنا أكرمه الله تبارك وتعالى في بيته العامر، أسأل الله أن يظل معمورا به وبأولاده وأحفاده بأنفاسهم المباركة. وجلسنا إليه، تأكد طبعا لدي أيضا ما سمعته عنه وما تنام إلى علمي من تواضعه الجم.